الفيديو ده هيبقى من بره الفيجوال، ده برنامج اسمه بلندر، شبه اللي الدكتور بتشتغل عليه في المحاضرة اللي اسمه مايا، بس ده أخف يعني وأسرع ومن غير لايسنس وكده يعني. المهم هو بيعمل نفس اللي احنا بنعمله في اللاب بس من غير ما نشوف الكود. يعني مثلا احنا بقالنا مثلا 3 4 لابات علشان نعمل كيوب، هنا ممكن ادوس شيفت ايه وكيوب هيتعمل اهو. ف ساعدني، انا كنت عارفاه من قبل ما اخد كورس الجرافيكس، فساعدني جدا ان انا افهم الكود ده مكتوب ازاي. فمثلا انا لو عندي مربع زي ده احنا كنا نرسمه ازاي؟ هنقول ان الثلاث نقط دول مثلث والثلاثة دول مثلث، ماشي، بس المثلثين دول ليهم اكس وواي ملهمش زد. يعني انا لو وقفت هنا ودوست ان هو هيجيب لي الفاليوز بتاعت كل نقطة، دي مثلا الاكس واي، الاكس واحد، الواي سالب واحد، الزد زيرو، وهكذا، دي ماينس واحد ماينس واحد زيرو، واحد واحد زيرو، ايا كان. المهم فهو دلوقتي انا عندي اوبجكت على الزد زيرو، يعني كأنه كده دي ورقة انا عايزاه يبقى مكعب مجسم. انا لو رحت عملت كده كل اللي اتغير، يعني لو عملت سيلكت للفيرتكس دي هلاقيها واحد سالب واحد، وهنا واحد وشوية، هنا واحد سالب واحد زيرو، معنى كده اللي اتغير بس الارتفاع. هو ده اللي مختلف ما بين 2D و3D. يعني انا لما اجي اعمل كيوب هرسم الاربع نقط دول واديهم الزد بفاليو، وهروح عاملاهم تاني وهدي الزد بفاليو تانية مختلفة، نفس الاربعة نفس الاكس والواي. فانا مش هقعد ادور على 8 نقط، انا هعمل اربعة بس ليهم زد واحدة، والاربعة التانيين ليهم زد تانية. وعلشان ارسم بقى هرسم 6 وشوش، كل وش مربع هيترسم بمثلثين، يعني كده ده مثلث وده مثلث وهكذا، الجزء ده هيبقى مثلث، الجزء ده مثلث، هقعد ارسم مثلثات كتير. فانا هحتاج ان انا اشتغل انديسيز، مش ان انا ارسم البوينتس مرات كتير جدا، علشان كل بوينت هيبقى معاها كلر دلوقتي فالدنيا هتبقى صعبة. فانا هرسم انديسيز بس. هو دلوقتي هنسيب بلندر، وفي فيديو تاني هنبدأ نشتغل الكود بتاع ال 3D كيوب عادي، بس في حاجات معينة هرجع لها تاني علشان اوريكو هي ممكن تبقى اسهل ازاي انها تتفهم من غير الكود يعني، او شرح كلام بس.